أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو الخاص بكورس برمجة المفاتيح أونلاين. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله هنرد عن بعض الاستفسارات اللي انسألت عن كورس برمجة المفاتيح أونلاين وأهم المهارات المكتسبة. في كورس برمجة المفاتيح أونلاين بيتم تدريب على خراطة المفاتيح عن طريق البين كود، عن طريق الكي كارد، كيفية خراطة المفاتيح، عن طريق الماكينات. حيكون عندنا إن شاء الله أكثر من ماكينة لشرح الأجهزة وكيفية تقطيع المفتاح. ايضا حيكون عندنا بعض الادوات المستخدمه في كورس برمجه المفاتيح اونلاين. حيتم ايضا التدريب على برمجه مفاتيح البي ام دبليو، مفاتيح المرسيدس، وكيفيه سحب السوفت وير الخاص بالكنترول الخاص بالبي ام دبليو الكاس 1 و2 و3 و4، كيفيه قراءه البي سي ام، كيفيه قراءه بيانات الايموبلايزر وتحويل هذه البيانات على الجهاز على المفتاح. مجموعه الاجهزه اللي حتكون مثل جهاز الاوتيل، حيتم شرح جهاز الاوتيل 508 وجهاز الاوتيل 608، وايضا مبرمجة قراءة الابروم على الطاولة، وايضا جهاز الاوتيل المستخدم في قراءة المفاتيح وبرمجة المفاتيح عن طريق وصلة الاوبجكتيف. يعني الكورس حيكون ان شاء الله يتم التدريب على مجموعة السيارات البي ام دبليو ومجموعة السيارات المرسيدس. حيكون ان شاء الله اجهزة كثيرة معانا مثل جهاز الاوبي دي ستار وجهاز الاكس 100 واجهزة كثيرة، سواء اجهزة الاوتيل او اجهزة قراءة المفاتيح وتقطيع المفاتيح. هذا بالنسبه ان شاء الله لكورس برمجه المفاتيح اونلاين. طبعا يا شباب احنا حابين نذكركم احنا متواجدين حاليا في معرض اوف اسطنبول. هذا المعرض اللي بقام سنويا في اكثر من مكان. هذا المعرض مقام حاليا في اسطنبول في تركيا. طبعا السنه الماضيه كان هذا المعرض متواجد في دبي، وقبل بسنه كان متواجد في مصر. فاحنا حاليا متواجدين في معرض اسطنبول الدولي الخاص بالمركبات وبالسيارات. وطبعا ننساش زارنا اخونا سعيد من لبنان، شرفنا اخونا سعيد من لبنان الشقيقه. وهذا المعرض شباب اللي هو خاص بجميع المركبات والسيارات وكل منتجات السيارات. احنا اخذنا زاويه في هذا المعرض، معرض اوف اسطنبول. حابين تزورونا، احنا ان شاء الله حنكون متواجدين في هذا المعرض لمده 3 ايام. حنشرح مجال كشف اعطال السيارات وبرمجه السيارات وبرمجه المفاتيح. بتشرفونا ان شاء الله في معرض اسطنبول الدولي الخاص بالسيارات.